اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل فيه شويه بساطه وسهوله وفرصه بنجاوب على اسئله حضراتكم من خلال السوشيال ميديا ومتابعه الشاشه الرسميه والقناه الرسميه للقناه الاولى وكمان صفحه اكله امي. النهارده الفراخ المحشيه بنتسال كتير، الرز ما بيستويش جوه الفراخ يا مغازي، عايزين الرز يبقى مستوي جوه الفراخ زي الرز اللي بناكله العادي وفي توابل ويبقى كمان طعمه حلو. هنشوف نحل المشكله ازاي. الفراخ ما بتبقاش مستويه ما بين المفاصل، بيكون في اثار للدم، هنشوف الكلام ده. الزفاره اللي بتبقى جوه الفراخ، الحاجات دي كلها هنعالجها مع فراخ محشيه النهارده مع رز ومكسرات. معانا النهارده طاجن لطيف وجميل قيمته الغذائيه عاليه جدا، وهو طاجن البطاطس بالبسله والجزر. انا عاشق للسكريات بتاعه البسله مع الجزر مع سكريات البطاطس والنشويات، الطبق ده مميز جدا لانه كده فيه ميكس لطيف وجميل بس من غير لحمه، هنستفيد بالشوربه بتاعه الفراخ. اما الحلو النهارده قيمته الغذائيه عاليه جدا وبيناسب ايام الشتاء والبرد اللي احنا فيه، هنعمل مهلبيه التمر باللوز، يا مزاج اللوز، يعني اوميجا 3، يعني التمر قيمته الغذائيه عاليه جدا. هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونحليها مش بالسكر، بالعسل، عشان يجعل ربنا ايامنا كلها عسل ان شاء الله. مش عايز اطول حضراتكم في تفاصيل كتيره وبساطه وسهوله. الحلو بتاعنا بقى النهارده مهلبيه التمر باللوز، يا مزاجه اللوز. ممكن مهلبيه التمر بالقرفه، ممكن نعملها بالعين الجمل زي ما انت عايزه. مقاديرها على الشاشة، بساطة سهولة مرونة. الزبدة معانا والتومة للكزبرة الخضراء، الطشة دي مهمة جدا لطاجن الخضار بتاعي. ونشوف المهلبية اهو، التمر يا ست الكل اهو، واللوز مع شوية الزبيب معانا باقيين، معانا نشا ومعانا عسل نحل، ويجعل ايامنا كلها عسل يا رب، قولوا امين. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعمل الحلو البسيط السهل ده كده. أول حاجة معايا الحليب على النار للأمانة، حطه مسبقا على النار وخد غلوة وجاهز. بجيب مضرب، ما عداش لا على بصل ولا على توم، ده الطبيعي. وأشوف الحليب أخباره إيه، أهو. الحلو ده أنا مش هحط عليه سكر، هستعين بالعسل والتمر. أصبح إن كده قيمته الغذائية عالية جدا. الأطفال مع شكل الأنيميا، الناس اللي بتعاني من الإرهاق، اللي بيذاكروا، كل ده طبعا المهلبية دي مفيدة جدا. محتوياتها حليب كامل الدسم أو قليل الدسم، مش هو ده الموضوع، الموضوع المكونات. إذا كان التمر طبعا، مش تمر مش محتاجين نتكلم عنه. العسل النحل بتاعنا، زهرة البرسيم من خير أرضنا الجميلة، التمر. حلو اهو، واسيبه كده على النار يفك التقليبه الحلوه دي كده. يوم التمر يدوب مع الحليب مع النشا، مش هحط سكر اهو، شايفه هياخد لون دلوقتي الحليب، خلي بالك ده الطبيعي ياخد لون اهو. ونقلب كده لغايه لما مخرجنا يقول لي خلاص وقتك قرب يخلص. المفروض التمر يدوب في الحليب؟ لا، زي الفل تمام، هم دول اللي انا عايزهم سبحان الله. اه نغرف مع بعض الحلو بتاعنا زي الفل. كاسات ولا حبين؟ كاسات، حبين في كاسرولة زي ما انتوا حابين حسب عدد افراد الاسره. اه معايا عسل نحل، معايا المغرفه دي لطيفه وجميله، عايز اغرف الحلو ده كده بمزاج. بسم الله. الفراخ في الفرن ما تقلقش عليها، دي بتطلع في اللحظه الاخيره من نهايه الحلقه. اخبار التمر ايه؟ اه مهلبيه التمر باللوز، يا مزاج اللوز اهو. نشيل ده من هنا خلاص. معايا شويه لوز هنا بحطهم، ولازم المهلبية تنزل سخنة على اللوز. على المهلبية ما تبرد هيكون اللوز ده داب، شوية عسل،
نحطهم جنب بعض كده. هتقولي لي بقى دي في المقرر، دي في أنهي كتاب، في أنهي موسوعة؟ موسوعة المغازي، هو ده المطبخ. بس خلاص ناخد التمر بتاعنا. يا ويلي، جربيها بالله عليكي، ويعني مثلا عملتها من بالليل، الصبح جوزك يضرب واحدة من دي كده وينزل طول النهار، هيتم فاكرك حبيبة قلب. النهاردة عملت لي مهلبية بالتمر واللوز، وكان معاه عسل نحل. لا هو عايز يفطر ولا عايز يتغدى، خلاص خلص الكلام. حد صاحبه رايح يجيب طبق كشري، لا يا عم مش عايز كشري، كشري مين يا عم؟ ما هو الراجل مش عايز يضيع طعم الايه الحلو ده. والله العظيم بكلمك بالأمانة، بالتلقائية وبالطبيعة اللي احنا متعودين عليها. كفاية كفاية. معانا شوية زبيب زي الفل، معانا شوية زبيب، الزبيب ده برضو والمكسرات فوق اختياري، بس اللي مش اختياري العسل لازم ينزل عليها. نختمها بالعسل. يا دلعك، انا بهديك واحد من ده يا فاروق. شفيق لو شاف الحلقة دي هيزعل. يقول لك يعني العسل لفاروق. حلو الكلام. ألف أنا وشفا. نركن ده على جنب عشان نطلع بالتقيل بقى ونطلع بالهوبر. ده مكانه كده فلة. نروق الدنيا دي كده. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، خبرة طهوية حضراتكم اللي تقولوا، مش أنا اللي هقول. فراخ محشية عملتها بتكنيك عالي وبطريقة جديدة، شفناها مع بعض مستوية، الجناح طلع معايا وأنا بطلعها من قلب الفرن، البرزنتيشن العالي، الرز مستوي زي الفل، القرن الفلفل الحار ده كده عشان جوزك لو بيحب الحار تبقى امنتي. اللهم صل على النبي. طاجن خضار لطيف بالطشه الجميله الحلوه، الحلو مهلبيه بالتمر واللوز، ويجعل ايامنا كلها لوز يا مزاج اللوز. يعني نقول مع بعض رؤيه، فن، ابداع، شويه فاني، شويه ضحك، شويه هزار، بس ايه، بخف الدم. منين يا عم الشيف؟ من مزبير.